دي مباراه السحاب زي ما بيقولوا، ده لقاء السحاب مش مباراه القمه، يعني ده افضل لقاء ممكن جمع الفريقين على مدار تاريخه. مباراه 4-4 بيمتلك جماهيريه كبيره جدا سواء من الاهلي والاسماعيلي، لعيبه انا شفتها ولعبت معاها لا هشوف ولا هشوف، يعني زي ما بيقولوا كان من افضل المباريات فنيا وقيمتها كبيره جدا سواء كانت في بطوله الدوري لانها كانت بطوله فقدنا النقطه حتى من المباراه كانت ممكن تبعدنا عن تتويجنا ببطوله الدوري. فكانت مباراه كبيره جدا، مباراه عصيبه، والحمد لله قدرنا نرجع ليها في الوقت الاخير وتعادلنا واخدنا بونط من النادي الاهلي في الوقت ده، ورغم كده ده ساعدنا اللي احنا استمرينا في بطوله الدوري، كنا ماشيين بشكل كويس لان انا في بدايه الدوري ده كنا قعدنا 10 مباريات بلا هزيمه يعني، وكنت انا مراقب بالشبكه العذراء اللي انا قعدت 15 مباريات ما دخلش فيها اهداف لوقت دقائق معين 800 مش عارف 25 حاجه زي كده بعد الكابتن اكرامي. انا شايف مباراه كانت مباراه من المباريات الكبيره جدا بيننا وبين النادي الاهلي بتاع انيامبا. طبعا دي طبعا بطوله ما لعبناش زي ما بيقولوا 20 دقيقه ولا 30 دقيقه من عمرها، يعني شيء صعب جدا ان النادي ما قدرش يحتوي الموقف ده، ولان برضو احنا تعطلنا في لعيبه اتخذت مننا كان زي حسني واحمد فتحي وجودهم في المنتخب، يعني كان في ما كانش في تعاون، يعني ما اعرفش يعني ما كانوا حابين البطوله النادي الاسماعيلي ما خدهاش او ما لقيناش مساعده، يعني عارف ما لقيناش، يعني دي بطوله لمصر يعني مش للنادي الاسماعيلي يعني، وكان المفترض النادي الاسماعيلي برضو اللي هم كان يشركوا المسؤولين في الرياضه في مصر والناس المسؤوله في الدوله ان البطوله دي بطوله مصر. انا كنت اتمنى البطوله تتلعب في استاد القاهره ويحضرها جمهور اهلي وزمالك وجمهور مصر كله، ده شيء من السلبيات جدا لينا احنا برضو في اسماعيليه من وجهه نظرنا، يعني اللي احنا كنا لازم البطوله دي تتلعب في استاد القاهره وكان زيها زي الانجلبير، يعني كانت اول بطوله افريقيه اللي احنا اخذناها ونادي مصري، كنت اتمنى اللي كان يعيد تكرارها وكنا البطوله 2003 ضد انيامبا كنا النادي الاسماعيلي يستحقها.